قابلوا الأميرة ريبونزل بعد أن كانت محبوسة عادت لواجباتها الملكية. أقدم الليدي إليزابيث فان هوسكن. لكنها ما زالت تحتاج النيران. سعيدة بلقائك. عندما ظنت أن المغامرات انتهت، القدر كان يخبئ لها شيئاً. كاساندرا! واو، ما هذا؟ ماذا حدث؟ ليست لدي فكرة. انضم لريبونزل وهي تحل لغز شعرها. قد تشعرين ببعض الحماس؟ طبعاً، بالتأكيد، الحماس جيد. وتدافع عن مملكة كورونا. دعوهم يمضوا. شاهدوا يوميات ريبونزل فقط على قناة ديزني. ما سيكون ممتعاً.